بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهاده كبير متعال، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من ارسله ربه بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا، تفتح به الاعين العميا واذانا صما وقلوبا الوفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والدعين بدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله واحبابي في الله، قد استمعنا لتلاوه الشيخ في صلاه المغرب لسوره الفجر، والسوره تحتمل شرح تفصيلات ما لا يدرك كل ذلك القول. رب العباد تعالى في وسط الايتين بمثابه التنبيه لكل حي، في وسط سياق الحديث عن يوم القيامه والانفطار جاءت هذه الايتين فيها كل العالم: يا ايها الانسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك. هذه الايات تدفعنا دفعا لاعمال الفكر والعقل في هذا الجانب المذكور في الآية. ولما أقول يا أيها الإنسان، أن يكون ممن الله، من المنادي الله، ومن المنادى النفس اللسان. إذا كان رب العباد يناديك يدعو الله على ذلك، لكن الناس لا يعظم المنادي إلا إذا عرف قدره. لو ناداك من تجهل حاله ما استجبت له، ولو ناداك من علمت كرمه لذبيت طمع في كرمه، ولو ناداك عالم تعلم قدر علمه لاستجبت طمع في علمه، ولو ناداك صاحب ملك وجاء تطمع في مكانة عنده للبيت طمعا في بداية أو في معنى، أليس كذلك؟ فكيف بك إذا كان المنادي من جمعت له كل صفات الجلال والجمال والكمال؟ إذا يقينا وراء النداء الكمال كله، وراء النداء الجمال كله، لابد ان ندرك هذه المعاني. فرب العباد لا ينادي عباده عبثا، انما ينادي عباده لخير اراد به، بل لعطاء لا حد له، لان هذا سنده، رحمته وسعت كل شيء، كرمه بلا حدود، علمه بلا حدود، عطاؤه بلا حدود، كماله بلا حدود. لابد ان ندرك ان حرف النداء هذا كان يخدع كل الصحابه اذا سالوه، لانهم يعلموا قدر المنادي. يا حرف النداء البعيد، مع ان المنادي هو القريب. قال تعالى: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني. ومع قربه نادانا بياء الوعد ليعرفنا قدره ومكانته. اذا قال اهل العلم جاء
جاء بهذا النداء الذي في البعد لبعد المكانة إلى المكان، هو قريب من جد لكن مكانته مكانة الرب ومكانتنا مكانة العبد، كما قال تعالى وما منا إلا له مقام معلوم، مقام الوهية مقام الوهية مقام الوهية مقام الوهية. إذا قالوا يأمنا جاءت بها البعد لبعد المكانة إلى المكان، وإلا في المكان هو قريب منك، بل كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إيه حبل الوريد؟ الوريد الذي يصل دم قلبك، هو أقرب لقلبك من الوريد الذي يصل دم قلبك. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما الذي يحرك حبل الأصل؟ هذا يا ما الذي يحرك القلب أصلا إلا هو؟ هل منا واحد له سلطان على قلبه؟ له سلطان على الانتباه الجاري في عروقه؟ سنأتي إلى تفصيل، لأننا تدفعنا في هذا الميدان الذي يا أيها الإنسان، أيها حرف التنبيه أراد أن يذكرنا لطول غفلتنا. ولما نقول يا أيها تنبيه انتبه تذكر تعرف على المنادي، تعرف ما وراء ذلك، فرب العرش العظيم الذي لا يساوي الإنسان ذرة في ملك، أقول ذرة في ملك، أين الإنسان من الأرض؟ حد مصف الشمال مثل الكرة الأرضية، الكرة الأرضية في المجموعة الشمسية صفر، المجموعة الشمسية في المجرة صفر، المجرة في المجرات صفر، المجرات كلها في السماء شيء لا يذكر، السماء الأولى في السابعة شيء لا يذكر، السماوات السابعة في الكرسي شيء لا يذكر، الكرسي في العرش شيء لا يذكر. إذا جاء في حديث الزبلون في السنة داود قال صلى الله عليه وسلم مثل السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كحلقة في الفم، والكرسي ما وضعه والعباد تحت قدميه. احنا قال الآية وسع كرسيه السماوات والأرض، ما كرسيه؟ ما وضعه تحت قدميه، وسع السماوات والأرض. نعم، والنبي يشبه هذه الساعة يقول مثل السماوات السبع الضخم جدا بالنسبة لنا شيء مهول، شيء مهول جدا، السماء شيء مهول، فكيف بالسبعة؟ دي أصغر نقطة في الدنيا، سماء من الدنيا بالنسبة للسبعة كحجم الأرض بالنسبة للسبعة الدنيا. ومع ذلك بينت أن السماء السبع كما لها كرة صغيرة تحت العرش تحت كرسي، فقال وسع كرسي سبع الأرض. والنبي يوضح هذه الساعة يقول مثل السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة. وضعنا خاتم في صحراء أفريقيا كم يساوي؟ السماوات السبع كل ما فيها من فيها بالنسبة للكرسي حلقة في الفلاة. قال والكرسي في العرش حلقة في الفلاة. فأين نحن رب العرش؟ اللي بيحمل هذا العرش، اللي بيدير هذا الكون، اللي السماوات والأرض ذرة منه بقاءها وإهلاكها مسألة ما أهون عليه، والذي أدارها بأمر منه ويبهيها بكلمة منه، بكلمة كن فيكون تكبس ندرك، بل يبين تعالى أن هذا المعنى حين يقول وما قدر الله حق قدره، ما عرف قدر المنات. والأرض جميعا قبضت يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، يعني النبي يوضح هذا المعنى يقول تجمع الأرض يوم القيامة، الأرض كلها أيوة، وتطوى السماوات السبع بكاملها أيوة في يمين الرحمن، فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن كالخردلة في كف أحد. أين الإنسان من رب العرش؟
شيء لا يذكر. تخيل أن رب العالمين رب العرش العظيم يتجلى من عليا من فوق عرشه وسماواته ليخاطب مخلوق مثلنا ليس له ذرة في الملك. أي فضل وأي شرف للإنسان أعظم من لذاء الله له، من لذاء الله له. من أنت حتى يناديك يخص رب العالمين بالنداء، بالنداء يا يعرفك مكانتك عنده ومكانته التي يلزمك أن تعرفها حتى تقدر لنداء الله قدر. ذلك الصحابة الذي يسمع النداء دي يرتبك ترتعد فرأسه. يقول الدرار بن الأزرق كان علي بن طالب إذا توضأ للصلاة ترتعد فرأسه. فقلت يا إمام لما هذا الوجه؟ قال ويحك، أما تدري بين يدي من سأخف الساحة؟ بين يدي من سأخف؟ فما بالك لما يناديك؟ أي شرف لنا أفضل من نداء الله؟ ثم قل يا أيهم وجاء بعيدك بكل التنبيه حتى انتبه الغافل وثيق التائه ويعرف من المنادي. ثم خص نداءه له بعموم البشرية، قال يا الإنسان. والنداءات على يعني البشرية على صورته، قد يأتي النداء عنك هذا يا الإنسان، يا الناس، يا بني آدم. وغالبا هذا لا أنت إلا في العقائد والتصورات في تصحيح مسيرة الإنسان وبيان جوانب الجهل جدا والتصحيح. لكن إذا أراد أن يعني يقربه منه نداه بنداء المحبة، يا أيها الذين آمنوا. فلا ينادى المؤمنين إلا بما يكلفهم. فالنداء للمؤمن نداء حبيب لمن أحب، فيوجه لأحب شيء إليه أقول له. لكن ذا من عام لكل بشر. ثم قل يا أبا الإنسان وما شبه الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه. طبيعة فيما عجبا جدا ننسى أننا عبيد لرب العباد. ولو أي واحد استرجع نفسه كم مرة تذكر رب للآقف بين يديه وجاء يصلي له وهو بين يديه يذكر كل شيء إلا ما ليس كمثله شيء. إلا ما ليس كمثله شيء. اللي جاء يصلي له أصلا كل هموم وأحزان ودنيا وبلايا يذكرها في صلاته. هو ذا الإنسان. لذا يقول يا الإنسان ثم يوجه للجانب الذي أردت توجيه له. قال ما غربك ربك الكريم؟ إيه تصورك عنه؟ الأمر فرع التصور الذي لا تصور الآن. كيف أعمل؟ كيف أطيع؟ كيف أخشى؟ لذا يقول ما غربك إلا حملك على أن تغتر بالله فلا تلتفت إليه ولا تنتبه له. تذكر كل شيء إلا هو، مع أنه كل شيء فيك منه. في نعمة عندنا ليس منه. طيب لو ملك من الملوك والأمير من الأمراء ورئيس الوزراء أغدخ عليك بنعمة احترمك ليك بشكل شكلين ده أدك نعمة من نعم الله التي أعطاها له. تهاب وتوقر وتبجل ولا تفعل ذلك مع من أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة لا تعد ولا تحصى. ما الذي ما الذي أصابنا؟ ما الذي غرنا؟ كارثة كبيرة. ذلك الآية توجه لأن ظنوننا في الله سيئة أو عاجزة أو قاصرة أو ضالة وشاردة. إذا قلت في موضوع آخر
فما ظنكم برب العالمين؟ ليراجع كل من نفسه، ما ظننا بربنا؟ ايه تصورنا عنه؟ كل واحد راجع نفسه، ما ظنك بربك؟ ما غرك بربك؟ راجع نفسك. السؤال لتحريك القلوب، لتوجيه العقول. ما غرك بربك الكريم؟ فما ظنكم برب العالمين؟ أقول في ثالثة، ما لكم؟ إن كرهتم، ما الذي أصابكم؟ ما الذي جرى لكم؟ ما الذي حل بكم؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ وقد خلقكم أطوارا، قد خلقكم أطوارا، ماذا كنت؟ وإلى أي شيء صرت؟ تذكر تاريخك، تاريخ حياتك المحدود، وحياتنا محدودة ولا مفتوحة؟ يقين محدود. بدأت بالولادة، متى ولدت؟ احسبها. واحد يقول لك من 50 سنة، من 20 سنة. طب هذه السنين في عمر الزمان سنين. كم عاش من الخلق قبلك؟ ملايين. ملايين. أين هم الآن؟ رحلوا وقبلوا بل وتحللوا. هل زدت عن كونك واحد من هذه السلسلة؟ لك أطول أتنتهي. نطفة مضغة علقة مضغة، نطفة علقة مضغة، عظام كسر عظام نحن سنتهي كان تفصيلا لحقيقة الأمر. رب العباد يلفت إليه مرات، مرة يقول وقد خلق مطوارا، وهنا يقول ما غرك بربك كريم، ويرد لهذا الأصل قل الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك، ليلفت انتباهنا لأصل خلقه. قبل 100 عام كان منا واحد حي، حد منا كان حي؟ حد فيكم عدى 100؟ طيب بعد 100 عام هل يبقى منا احد من حي؟ سلامات. صح. من نحن؟ مخلوق وجد في مرحلة من الزمان فقط. لذا يقول حسن مصر فأنت أنفاس. الإنسان عبارة عن أنفاس سعاد، إذا انقضى بعضها انقضى بعضك. حياتك بكاملها أنفاس، أجل محدود. إذا انقضى بعض الأنفاس انقضى بعضك. وفي الحديث الصحيح حديث ابن مسعود البخاري قال قال الصادق المصدوق، هذا النص لم يقل قال الصدق، قال قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ليجمعن احدكم في رحم امه 40 يوما نطفه ثم علق مثل ذلك ثم مضغه مثل ذلك ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ويكتب. اول ما يكتب ايه؟ الاجل. ايه الاجل؟ العمر. العمر اللي احنا بنحتفل به كل سنه وفرحانين، نولع الشموع ونطفئ الشموع وبنبارز الدلو وحد ما شاء الله يصل. لا، الاجل المكتوب مكتوب بالانفاس، ولن لا كم نفس لك؟ اذا انتهى الاجل عند شهيق ما استطعت بعده زفير. مش بالسنين، بالانفاس. ليه كم نفس؟ وصلت يختم الأجل. في إنسان فينا يستأخر عن نفسه نفس، نفس واحد. قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. خلاص انتهت. النفس المحدد
لا يتقدم ولا يتأخر، لن تموت قبله ولن تحيا بعده. انت تحس فالإنسان أنفاس، حياتك أنفاس، انقضى بعضها انقضى بعضها، وكلما انقضى بعضها دنوت من أجلك، مضى عام دنوت من أجل عام، مضى 20 عام اقتربنا من أجل عام، وصل القضية. لذا يقول الذي خلقك خلقنا من ايه؟ يقول جد، يقول نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون؟ انت رجل بتنزل من ايه؟ شفت ميك؟ عبارة عن ايه؟ سائل. السائل انت سايبه ده؟ ده جيوش شرار، جيوش دمار خلقها الله لك، لك ايوه. العلماء قدروا قالوا الدفعه الواحده، الانزال الواحد الرجل، كم حيوان منه تحتوي؟ 200 مليون حيوان منوي. ما شاء الله تبارك الله. هاتولي اقوى جيش على وجه الارض، عدده كم؟ أنت أقوى جيش عدد كام؟ 100,000. دول 200 مليون، كل دول جنود ومش جنود عاديين، ده متدربين على أرقى مستوى، كلهم مش جنود عادي، استشهادي مبايع على الشهادة. الله أكبر. فداء لك. هنشوف 200 مليون جندي هينزلوا معاك. الانسان بيتكون من كام؟ من واحد. واحد من 200 مليون في دفعه واحده. خلي بالك. طب الجيش الوكالة ليه؟ عشان تعمل لك حفله. حفله بس؟ لا، ده حفله وزفه وحراسات وحمايات وتضحيات، كل ما شئت. هذا الكم الكبير لحظة خروجه بيطلع من فين؟ من صلب الرجل، مكان تكوني الصلب العمود الفقري، من نخاعك. وعند المرأة ما ترى الثدي، ها، من بين الصلب والترائب. خلي بالك، الجيش ده لحظة ما ربنا يأذن لرجل من عشرة المرأة يبدأ الإنزال. رب العباد يصفه فيقول من ماء دافق. يعني دافق ايه معنى دافق؟ متدفق. متدفق؟ لا، قوي جدا، سريع جدا جدا جدا. الماء المتدفق زي ما المطر كده، لو نازل سيول تلاقي نازل دافق، كميات كبيره ضخمه وسريعه جدا. تخيل العلماء حاروا كم سرعه المني وقت القذف؟ حسب حجم المني على المسافه اللي بيقطعها والمده اللي بيقطعها فيها. طلعت سرعه المني كام؟ 100,000 سرعه الصاروخ. لا اله الا الله. ده معنى دافق. احنا في البطاطا. الجيش كله راح فين؟ متوجها. ولذلك لحظة خروجه جيش يتحرك. الإنسان بيتهز بحاله لحظة الانزال، تلاقي الرجل جسمه كله من رأسه إلى أخمص قدمه يهتز. ليه؟ الجسم يتحول لقاعدة صواريخ، والصواريخ الطالعة
200 مليون 200 مليون. أنا بحكي الكلام ده ليه؟ لأن جهلنا بهذه الحقائق جعلنا نجهل قدر الخالق. 200 مليون مخلوق خارج في سرعة تفوق الصاريخ متوجه لفين؟ لهدف محدد. زفتك لخلقك عروس وزف على أعلى مستوى، مش عربيات ماشية بتزمر وتاتي وتعطل المواصلات، لا لا، 200 مليون صاروخ موجه. كل هذا الكم يتجه من الرجل لرحم المرأة. الرحم فتحته ضيقه جدا، وسيله الدخول مهبل المرأة عز وجل، فتحت المهبل اوسع من الرحم. لماذا لم ينزل مني الخارج؟ الاطباء حاولوا. ال 200 مليون لا يتجه الا للفتحه الضيقه ويخترق ويدخل. الاطباء لما حاولوا قال لا ده في حاجه، ما لما الانسان يحار طب بره الحيره في ايه؟ قال لا ده في الرحم جاذبيه للمني. كل الجيوش دي تتجه للداخل بسرعه رهيبه جدا. كل صور صاروخ ما بيروحوش يمين وشمال، صحيح ضحايا في الطريق ماشي، وقت يحصل ضحايا، جيش ضخم 200 مليون لازم يحصل ضحايا. لحظة دخولهم الرحم، الرحم شكله ايه؟ الصاروخ اللي ماشي في اتجاه اي صاروخ سموه الكروش اللي يمشي على ايد بعض، لكن في صاروخ كوشي زي الهوا كده. الصاروخ الكوشي عندنا ما ينفعش يمشي على طول، واللي ماشي على طول ما ينفعش يبقى كوشي، دي كانت انسان. لكن رب الانسان هذه الصاروخ الموجهه اذا وصلت لداخل الرحم، الرحم على شكل كوشي تتحول من صاروخ موجه لصاروخ دائري يلف داخل الرحم. ال 200 مليون ايوه يبحثوا عن الموعد برضه المره داخل اينما وجدوها. كل الجيوش تتوجه توجيه رباني عجيب لنقطه واحده في البويضه لا تخطئها. بويضه المراه تشبه بويضه الفرخه، فتلاقي تجد لها منطقه مسننه مدببه شديده الصلابه. جماعه البدو يقول لك لو جبت البيضه وجعلتها على ظهرها وجعلت هذا الجسم مدبب اعلاها وداس عليها الجمل لاكسرها من شده صلابتها. ضعف البيضه فين؟ في المؤخره، القشره الجزء العريض الخلفي. كل البويضات التلقيح بيتم في الخلف مش امامها. تخيل 200 مليون دول يتجهوا للبويضه في هذه النقطه اللي في الخلف. انت نفسك لو سلقت البيضه لكي تميزها ملقحه او غير ملقحه، اذا سلقتها في الماء ساعه ما ترفع القشره ان وجدت بين القشره في مؤخرتها وجسم البويضه فراغ يبقى البيضه ملقح، لم تجد فراغ يبقى ما في تلقيح. الفراغ ده كله ملأه بايه؟ بال 200 مليون. وصلت؟ اخواننا ندرك كل يتجه لنقطة واحدة. طب الميل بيعمل ايه؟ يتحول لاستشهاديين، قشرة البيضة سميكة. يبدأ الكل يخترق، ملايين يموتوا، لكن ما منهم واحد إلا ويخلق جزء صغير جدا 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 جدا، واللي بعده يجيب حتة صغيرة، واللي بعده واللي بعده حتى يفتح فتحة في البيض، قشرة البيض. يمر منها من أراد الله خلقه. مر تم التلقيح. لحظة مرور وحدوث التلقيح تجد أمر عجيب جدا. كل الجيوش المنفعلة السريعة دي القوية تهدأ، والبيض تأخذهم بالكامل خلفها وتجر الرحم، ثم تأتي على نقطة معينة في الرحم لا تخطئها.
بدل ما بتلف بوشها لا ترجع لنص للخلف فتلتصق بجدار الرحم. الملايين الموجوده دي تتحول لماده صبغيه تلزق البيضه في الرحم. وفي هذا يقول تعالى من ماء من خلق لا لا من ماء لازم. ايه اللازم؟ اللازم اللزج واللزوجة انت ابتديتها في الميه لو مسكت هذه اللزوجة تتحول لماده قويه جدا لزجه جدا تجعل الرحم يمسك البيضه ولا تفلت. الرحم بيغيظ ازاي؟ لو افلتت البيضه من الرحم مات الانسان مات كله. ماذا الإنسان إذا ندرك فالعجيب الفتحة التي فتحت ومر منها المخلوق ده تأتي على فتحة في جدار الرحم لا تعلو ولا تغطي تنزل. لو جاءت عليها الرحم مش هيفتح أسفلها لا يفتح. تأتي على بوابة موجودة في جدار الرحم لحظة اكتشافها والتصاقها الباب تفتح على هذه الفتحة فيمر لهذا المخلوق الجديد كل ما يحتاج إليه من غذاء ومن هواء. من الذي وجه البيض هذا التوجيه؟ أبوك أمك أنت أم رب العالمين؟ أم رب العالمين؟ إذا اكتشف البيضة وتم التلقيح خلاص البيضة بعد فترة النزولة بتروح. لكن قبل ما تروح يكون رب العباد عمل لك خرطوم يصل ما بين الرحم وما بين البيضة اللي يسمى بعد كده رحم الصوفي. ويبدأ الجسم الإنسان يتحرك داخل الرحم وبرحمه والحبل السري المتصل يمرر له كل ما احتاج إليه. طب بدايته نطفه منيه وبعدين مع التصاق البيضه تحول لعلقه لمضغه لعظام. وفي هذا يقول تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. من طين ايوه من اين جاء المنيه؟ من طين حوله الله لشجر وثمر وحب وشتك الكلمة في داخلك تحول هذا الحب لبني. من الذي حوله؟ الخلق جميعا يستطيع ان ياخذ من ثمار الدنيا وحبوبها. حيوان من واحد؟ واحد مش 200 مليون واحد يا اخوان نفتي. من الذي حول من سلالة من طين وتعجب طين يتحول لأجمل الثمر لأجمل الشجر كما قال تعالى والله أنبتكم من الأرض نبات فسمى إنبات إنبات. ولذا يقول فلينظر سنة طعام أنا صبرنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وفاكهة مهبة متاعا لكم والأنعام. هتاكل لحوم برضه من شأن الأرض. ندرك كيف رتب الله كل هذه الأدوار حتى جعل منك إنسان. بدأ بمني ضعيف كما قال تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين ضعيف فجعلناه نطفة في قرار مكين. الله حولناه داخل الرحم. الرحم ده أأمن مكان في الحياة رغم انه مظلم جدا في ظلمات ثلاث ظلمة الرحم والمشيم والبطن لكن أأمن مكان في قرار مكين. رب العباد يجعل الدماء تحيط بالرحم تتجلط تصل لمرحلة من الصلابة تفوق الأسفلت ألف مرة
المرأة تضربها في بطنها الجدار ده يمتص أي صدمات أقوى من أي صدام في أي عربية في أي سيارة. قرار مكين محفوظ مصار. من فعل هذا؟ أإله مع الله؟ يا إخوانا نفهم أن سوق هذا المعنى أن هذه مواضع ما لم نتعلمها سنغترب ربنا. والآية تؤدي لهذا المعنى. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك بل تعجب ولقد خلق الإنسان من سلة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة البويضة مع المني تحول نطفة حتة لحم. طب الحيوان المني بتحول زي اللحم ها وبيضة المرأة زي عبارة عن صفارة وحبة بيض حواليه تشبه بيضة الفرح بلازم. كيف تحول هذه النطفة لحم لحم البيض يبقى لحم والمني يبقى لحم نطفة علقة مضغة عظام من دول أيوة. قال ثم كسونا العظام لحم. الأطباء حاروا. طب قال لي الكون الأول اللحم ولا العظم؟ اللحم ها؟ سلامات عظام سلامات لحم عظم لحم ده الكلام اللي بيدرس في كل كلية الطب ان الانسان كتلة لحم بعدين يتكون العظم داخل اللحم لا الثابت غير هذا النطفة والعلقة النطفة دي تكون اصول جسمك العظام لكن تكون عظام رخوة تشبه اللحم الإنسان فاكرها اللحم ثم تكسى باللحم يبقى اللحم الآخر عظام مش العكس بل يحضرني موقف طريف كان أستاذ كل الطب في بنطلون وعمل البحث فأخذت المضغة وبدأت تحلل مكوناتها هي شكلها شكل لحم لما حللت مكوناتها وجدتها بالكامل مكونات العظم للحم فالولية طلع فرحانة بقى اكتشفت اكتشاف علمي لم تسبق إليه البشرية وعمال تقول يعني إيه يا إخوانا أنا اكتشفت إن الإنسان يتكون من عظام أولا ثم يكسى اللحم بعدين وطلع بقى نتيجة البحث العلمي والاختراع والاكتشاف أم لا شاب باكستاني مسلم قال لها ولية اختلافنا موجودة عندنا في القرآن قالت له فين؟ قال لها في قوله تعالى ثم كسوا العظام لحم. قالت له العرب المتخلفين دول عندهم الكلام ده؟ قال لها الكتاب وريني الترجمه. قرأت كل الترجمات اللي وجدتها امامها. فأسلمت. قالت لا اعرف هذا الا الرب. ثم كسوا العظام لحم. بعدين قال ثم انشأناه خلقا اخر. خلي بالك هنخفض هذا أقول رحم الله عمر لما نزلت هذه الآية أملاها النبي العمر وكان كتب في الوحي فأملاه قال الله عز وجل ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا علاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلق الله النبي ابن عمر هذا قدم الخيال ثم جاء الوحي جبريل فخذته سيدنا الوحي سيدنا عمر أعاد قراءة الآية فقال عبارة عجيبة لما فزع عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم الوحي قال يا عمر ماذا كتبت؟ قال رسول الله كتبت قول الله تعالى وقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
ثم خلق نطفة علقة فخلقنا آخر فخلقنا من نطفة عظام فكسرنا العظام لحما ثم أنشأنا الخلق الآخر. وعند ذلك أخذتك سورة الوحي فأعدت تلاوة الآية فقلت في نفسي فتبارك الله أحسن الخالقين. قال يا عمر اكتبها فهكذا نزلت. الله أكبر. يقول ابن سيوطي وهذه من موافقة عمر القرآن بل جمع له 16 موضعا كان ينطق بالمعنى قبل أن ينزل من القرآن. هذه منها فتبارك الله أحسن الخالقين. أنا وقفت أمام الآية الحقيقة حيرانية. حتى المطغى الكلام ده متصور، ممكن لو جبنا مليك والجماعة الأطباء عملوا في عقول، جابوا المليك وحطوه مع البيضة فتحول لنطفة لعلقة لمطغى لعظام، بس وقف ما تكون الإنسان. دع عنك كذيب الادعاء العيال العلم يقول لك ده انسان الانابيب. انابيب يعني انت خلقت في الانبوبه؟ لا، هم نقلوا مرحله من الرحم في الانبوبه، هيأوا في الانبوبه جو كجو الرحم، وضع المني مع النطفه فتكون مضغه علقه عظام، وبعدين ردوه في رحم المراه مره ثانيه حتى تنفخ فيه الروح. الروح لا تنفخ في الانبوبه ولن يكون انسان. وصل معنا؟ لكن في الرحم هيئ الله الأرحام لحمل الإنسان ولم يهيئ لها غيرها. الشاهد إخواني إن دي مراحل ممكن تتتابع. العجيب بعد ما صار يعني مضغة كيف تحول لهذا المخلوق العجيب؟ كيف تحولت المضغة حبة العظام واللحم المحتوية دي لكل أعضاء الإنسان؟ سمع، بصر، أنف، لسان، قلب، كبد، طحال، بنكرياس، أمعاء غليظة ورفيعة، شرايين تملأ جسمه. ده المتفكر فيها يقف حالك يقينا. لذا جاء التعبير قال ثم، لم يعطف هنا الفاء، قال ثم. ثم ايه؟ انشاناه. طب البدايه ما كانش انشا؟ وكان هنا انشاء جديده لا علاقه لها بما قبلها. ثم انشاناه خلقا اخر مختلف تماما عن ما مضى. خلقا اخر. ازاي اوجد من عظام اللحم دي عضله تسمى القلب؟ هتلاقي مسكت قلب اي مخلوق تلاقي القلب مختلف لحمه عن بخيل اللحم. لو امسكت الكبد هتلاقيه مختلف، لو امسكت الرئتين هتلاقيه مختلفه، لو امسكت البنكرياس هتلاقيه مختلف، لو امسكت الكلى مختلفه في طعمها ولونها وشكلها ومهامها، لو أمسكت العين مختلفة، لو أمسكت الأذن مختلفة. كيف أنشأ كل هذه الطاقات والجوارح؟ ثم أنشأناه خلقا. وكأن هنا بدء خلق مختلف عن خلق السابق. خلقا سماه خلقا آخر، حدث مختلف خالص خالص. من يستطيع أن يحول المضغة لكل هذه الجوارح؟ بل النظام الدقيق الرهيب اللي جعله في جسم الإنسان حتى لا تكاد ترى في آية في الكون إلا ولها في جسمك مثيل. وإن كنت صغيرا لكن الله جمع فيك الكون كله. صغيرا في حجمك، متقنا في خلقك. اتقني حيل العقول. القلب عضلة لا تزيد عن حجم الكف. عضلة. عضلة. خلي بالك. بتعمل ايه؟ ها؟ هتقول لي بتضخ الدم. سلامات.
ده دي مهمة من مئات المهام لها. طب نتكلم في الدم، بتضخ الدم في قد ايه؟ من ساعة كام؟ في الشريط والأوردة بتضخ وتسحب. داخلك دولة كاملة عشان نعمل مدينة، عايزين كم شبكة؟ شبكة طرق، شبكة صرف صحي، شبكة مياه، شبكة كهرباء، شبكة غاز. ايه رأيك ان العروق بتاعتك دي جمع الله في كل الشبكات؟ العروق عبارة عن موسيقى زي الموسيقى الصرفي والموسيقى المرئي، ومنها الضخم ومنها الصغير جدا 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 اللي لا تراه عينك، اللي بيصل لكل خليه في جسمك. كل خليه في جسمك حيه بوصول الدماء اليها. خلي بالك مش صعب عني، انا عارف موضوع تشريح طبي بحت، لكن الايه بتحدثنا عن الخلق مضطرين نتحدث عن هذا ونخرج عن دائره ما اعتدنا في الدروس الشرعيه. طيب لو نظرت فاسترى مغيرها وشفت شرايينك تعجب، تجد غابه من الشرايين، غابه ضخمه جدا جدا. العلماء قدموا انا لو بسطناها كلها وعملناها في شريط واحد، الكبير ثم الصغير ثم الصغير ثم الاصغر، كم يصل طول شرايين الانسان؟ مرتين ونصف ست مرات. يلف الكرة شريرة في داخلك قدك انسان واحد، تلف الكرة الأرضية ست مرات. لا إله إلا الله. تخيل إن العضلة الصغيرة دي بتضخ الدماء في المسافة دي كلها وتسحبها في الدقيقة الواحدة 90 مرة. 90 مرة يعني في الثانية مرة ونص رايح عليها. كم قوة عضلة القلب؟ هتقولي أعظم موتور في على وجه الأرض يضخ مية، يوصل مسافة كام؟ ها؟ ويشتغل كم سنة؟ من يوم ولدتكم الى الان القلب ده شغال ما بيقفش، انت بتنام هو لا نام، انت نائم والليل كله يعمل شغال ما بياخدش ريست. طب بريك راحه، لو وقف ثانيه لموت. ما الذي يحرك عضله القلب؟ خلية واحدة داخل القلب لا يزيد حجمها عن رأس الدبوس، اخوانا الأطباء بيسموها البيس ميكر أو البي إم آر يختصروها. خلية في حجم الدبوس تدير الموتور الضخم ده اللي شغال 24 ساعة في 24 ساعة يضخ في الدقيقة الواحدة 90 ضخة. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. نيجي بقى على الشبكات، الدماء اللي بتضخ دي عبارة عن ايه؟ انت عندنا كلها دم احمر، لكن الدم ده ملك، ملك. هتلاقي كرات دم حمراء، كرات دم بيضاء، هتلاقي كل انواع حاجات الانسان من عناصر موجودة، هتلاقي الحديد والبوتاسيوم وغيره كله موجود في الدم. في الدم كرات الدم الحمراء عددها كام؟ حد من الاطباء الحاضرين عدد كرات الدم الحمراء اللي في الانسان كام؟ ملايين، كلها شغاله رايحه جايه رايحه جايه، ما بتتفسحش، ما بتاخدش اجازه وريست، رايحة جاية فين؟ ده رايحة بمهام وراجعة بمهام. رايحة محمد
بإيه؟ بحاجات كل خليه. كل كرة دم حمراء مرسوم لها طريقها. من أين تبدأ وفيما تنتهي؟ ولها عمر افتراضي. الضخ السريع ده مش عايز كرات دم حمراء عجوزة ولا كحكوحة ولا لجنان في السكة. هتقف المواسم تماما، تغلق. أي سنة تقفلها هتموت. يحصل لك جلطة تموت. البنكرياس لا يزيد عن حجم الكف، أربع أصابع كان مش كف كامل. القلب كان كف. البنكرياس أدى الأربع أصابع بس مقفولة. يحوي أربع مصالح. منهم مركز مسؤول عن تنظيم حركة الدماء الحمراء في كرة الدم الحمراء في الجسم كله. ما في كرة دم حمراء يزيد عمرها عن 120 يوم. اللي ينتهى عمرها فورا تصدر الإبارة، متى انتهى عمرها تخترق، يسمح لها تخترق جدار الشريان وتطلع بره. بقت زبالة، اتدفنت خلاص، ماتت. حتى هذه الموتة الدماء وراها لغاية ما تزيد الفضلات تعمل لها عملية ايه؟ زي الناس بتعمل دلوقتي تقول لك نعمل الفضلة ايه؟ إعادة إحلال، نستفيد بيه تدوير. الجسم بينظف أول بأول هذه الزبالة. الشاهد يا إخوان، كرات الدم الحمراء هذه تحمل أقوى الشبكات في الوجود المسؤولة عن توصيل الغذاء لكل خلية في جسمك، المسؤول عن توصيل الأكسجين لكل خلية في جسمك، المسؤول عن إتمام دورة الحياة في كل خلية، عملية تمثيل الدورة بتبدأ. شبكة تحمي كل الشبكات، شبكة الغذاء، شبكة الهواء، شبكة الفضلات والمجاري، كل ده في العروق شغال. واحد في حركة دقيقة عجيبة منتظمة لا تتوقف ثانية، لا تتوقف ثانية. لو توقف القلب لحظة ثالثة انتهى حياتك، مرور بحياة قلبك. مين اللي بيحرك بينظم حركة الدماغ؟ القلب، وبيوجهك انت تحمل الغذاء ده للخلية دي. ما فيش قطرة دم أو كرة دم تخطئ طريقها وتروح لخلية غير خلية. الجسم كله أي أيوة والله، أي أيوة والله. اللي رايح العين محملة بغذاء يصلح للعين، ما ينفعش الأذن. لو أخذت راحت الأذن هتشوف الأذن ولسان طيبين. تنظيم عجيب. لو أمسكنا أي دولة في العالم بهذا الكم الكبير من المخلوقات يقينا أنها تسقط. لكن القلب كيف يدير حركة الدماء واحدة واحدة. كل نقطة دم من دول عشان تخرج من القلب لها باب مخصوص، والباب ده على قفل ومعها مفتاح. هتطلع وترجع مش هتدخل من غيره. طب لو كرة الدم أخطأت الطريق مش هتعرف تدخل القلب. والكلام ده ثبت علميا، قالوا بالفعل إن على القلب أبواب، وكل باب له قفل، وكل قفل له مفتاح تحمله كرة الدم معينة. إن عادت واللسان مضطرب تلاقي كرات الدم الحمراء لا تصل لأبوابها المخصصة لها. يحصل لك اضطراب تلاقي الدم يتجمع قدام الشريان، ينتفخ الشريان، يحصل لك ضغط دم، يرتفع ضغط الدم، دماغك تولع. لا تنتظم حركه الدم في الجسم. وفي هذا يقول تعالى: افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. سماها ايه؟ اقفال، ولا مفاتيح، والدخول والخروج بحساب دقيق جدا 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 جدا، لا يخطئ القلب في حركة أي جند من ملايين الجنود تتحرك في جسمك. يبقى القلب ده عاقل ولا مغفل؟
ولا عايز المخ يديره؟ ها؟ فيه أعقل من القلب؟ المخ نفسه اللي بيدير القلب، اللي بيوجهه الدماغ للمخ، ومحملة بكل حاجات المخ خلية خلية القلب. يبقى العقل فين؟ في مخك ولا في قلبك؟ البشرية الآن تائهة، عقل الإنسان فين؟ فريق يقول في مخه وفريق يقول في قلبه، مش كده ولا ايه؟ ولا اتفقنا؟ لم تتفق البشرية بعد، نسأل الله العافية. القرآن نصص إن موضع العقل الحقيقي جسمك القلب، مش كده؟ قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العين ترى، لكن من الذي يميز المرئي؟ القلب. الأذن تسمع، من الذي يعلم المسموع؟ الأذن أبدا، الأذن صدمان بتمر كلام فقط، فتح بتمر، لكن الوعي القلب. إذا لما قال تعالى وتعيها أذن وعي، كل المفسرين قالوا القلوب الواعية لأنها موضع الوعي وليست الأذن. واضحين؟ وذلك في إنسان ممكن يسمع والكلام لا أثر له لأن في أذنه صمم. قال تعالى أم يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. يسمع لكن في صمم في أذنه، المعلومات تقف عند الأذن لا تدخل القلب. كيف أعقل؟ رغم أنه سمع، ما سمع، الاستمع يعني أعطى الأذن كمال فعلها، كمال السمع، الاستماع فوق السمع. ومنهم ما يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا يعقلون، ومنهم ما ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كان يبصر. رغم انه نظر ونظر قوي جدا وحد جدا ستة شهر وشايف، لكن لا يتصور ما يرى للحاجز الذي بين عين القلب. شيء عجيب. اذا ندرك كل هذا فينا، ايوه فيه وغيره. معدتك عباره عن ايه؟ رأيت ذبيحة؟ ها؟ شفت حاجة اسمها الكرشة؟ الكرشة اللي معاها عبارة عن ايه؟ جلدة وفيها شعرات من جوه. الجلدة دي ها؟ كم هضمت في عمرك؟ نحسب هضمت كم عيش؟ ما تحسبش كتير. ليه؟ انت في الوجبه تقول لك كم خف لحم؟ ثلاثه اربعه دخلت لك ربع مسكين. ها؟ يبقى في الشهر كام؟ في عمرك في السنه كام؟ في عمرك كام؟ هتلاقي نفسك اكلت زريبه عجول. زريب؟ مش كده ولا ايه؟ طيب ده من اللحم بس. كم مزرعه فراخ هضمت؟ ما تحسبش الفرخ؟ بالمزارع. كم مزرعة سمك هضمت؟ كم مزرعة فاكهة هضمت؟ كم مزرعة حبوب هضمت؟ كم هكتار كم فدان؟ يا كل ده بجلد. ما هي الطاقة التي تجعل المعدة تهضم كل هذا الكم ولا تعجز؟ ولا تتوقف شغال وانت بتبلع ويبلع. وشيء عجيب لما بتهضم الاكل بتحول ايه؟ الفاكهه اللي انت بتشوفها دي الجميله الحلوه برتقال وتفاح انت بتاكل جميل او تدخل بقى تحول ايه؟ لمواد معكوكه كده وحالتها حاله ها؟ تراها إذا تقايت لما تتقايت بتطلع إيه؟ أكلت تفاح بتطلع تفاح؟ عصارة.
أكلت عنب بتطلع عنب؟ سلامات سلامات، مش كده ليه؟ اللي انت بتطلعه ده ايه؟ مادة جديدة مختلفة تماما عن كل ما أكلت. المادة دي هل يستطيع مخلوق أن يعيدها لأصلها؟ المعنى ده القرآن ذكره وتحدى به الخلق. ما ذكرش مع الإنسان، ذكر مع الذباب. الله يفتح عليك. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ماشي، اسمعوا استمعوا. إن الذين تدعون من دون الله كل قوى الأرض، الساسة والسادة والعلماء والقادة كلهم، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هل كل قادة الكرة الأرضية يعرف يخلقوا ذباب واحدة؟ كم ذباب على الأرض؟ مليارات. تحدث طلب واحد، هل تستطيع البشرية المجتمعة خلق ذبابة؟ نعرف، نستطيع، نملك إمكانياتنا العلمية والعقلية والمادية تسمح لنا بخلق ذبابة واحدة بس، واحدة بس. طيب، لما عجز الناس نزل معهم التحدي، قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. يعني يسلبهم؟ السلب يا إخواني الأخذ بالقوة والقهر. يعني الذبابة تقهرنا؟ إي والله. لو جاءت تعتدي على طعامك، أمامك سكر وجاءت حتى نفسها تسمع السكر، أخذت السكر، تستطيع تخليصه؟ ربنا تحدانا بهذا. قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. ممكن يطلع واحد حمار، لا بقى بلاش استغفر الله العظيم، احنا بنذنب في حق الحمار، الحمار لا يفعل هذا. ما أدرك الحمار كما قالت حالة عليهم إلا كالأنام بل هم أضل. يجي مخبول في الباب يقول لك: آه حضربها وقت السكر. سلامات، وهل تمكنك من هذا؟ ربنا لا تسمى أخذها سلب. ليه سلب؟ لأن الذبابة ليس لها معدة كالإنسان، ليس لها معدة. رب العباد لكي تهضم غذائها جعل كل الغدد اللي بتفرز العصارات اللي بتهضم الأكل في خارج جسمها. لحظة ما تقع على طعامك تفرز كل العصارات، فتحول السكر أو التفاح أو أي طعام قدامك للعصارة التي تشبه القيء عندك. مادة سائلة جديدة اسم امتصاصها. لو اجتمع أهل الأرض جميعا يستطيع ردها لأصلها؟ استحالة، استحالة. وصلت إذا قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. الذباب؟ أي والله تحدى من الذباب. رحم الله جعفر الصادق، دخل يوما على خليفة المسلمين أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور كان يحكم دولة لا تغيب الشمس عنها، دولة المسلمين في هذا التوقيت كانت بتمتد يا اخواننا من محيط الهادي شرقا، شرقا مش غربا. اللي انتوا عليه غربا ده دولة المسلمين كانت توصل في شرقا. ثلث الصين الحالية تركستان الشرقية ده كانت من دولة المسلمين. للمحيط ده توصل غربا. ومن سيبيريا شمالا والقطب الشمالي إلى القطب الجنوبي جنوبا. كل دي كانت دولة المسلمين لا تغيب الشمس عنها. هارون الرشيد بعد أبو جعفر منصور كان إذا رأى سحابة تمر في بلاد المسلمين كلها شرقة أو غربية، أينما تمطي سيأتي لخراجك، أي مكان يعجبك الطريق إذا كانت حديثة. أبو جعفر منصور يملك ملك تقريبا الشمس، جالس على عرشه وعمال يظبط يضبط سيارة ليستخدم بيها، فسلط الله عليه الجبال، قعد يلعب حط على وجهه الشاه تلخبط كل دول، يرجع صوته تاني، ترجع له تاني، جننته. دخل انا ابو جعفر الصادق وهو عمال يهش من صباب الخارج معاه، فاستحيا من جعفر الصادق فوجه له سؤال عجيب. قال: يا جعفر، لما خلق الله الذباب؟ العلماء علماء اخواننا فاهمين والذكاء عجيب. يا جعفر، لما خلق الله الذباب؟ قال: ليذل به الملوك. ليذل به الملوك. تحدانا بالذباب. أذل الملوك
كيف تحولت كل هذه الأسرة أقرب لهذه الأسرة، ثم بعد هذه الأسرة تمر على الأمعاء تمتص منها كل مادة تحتاجها الجسم. ما في عنصر فيها، العصارة دي بتفتت كل الأكل وترد العناصر الأولى، الحديد لوحده والمنتنس لوحده والبوتاسيوم لوحده وكل والكالسيوم لوحده، وتأتي الخلايا والشعرات الموجودة في الأمعاء الرفيعة دي تمتص كل واحدة حديدها وتطلعها للدماغ لتحملها إلى مكانها في الجسم كله. من علمها هذا؟ من علمها هذا؟ من أعطاها هذه القوة؟ كل ده تحت مسمى ثم أنشأنا خلقا آخر. تعال معي، عندك جلود أخرى غير الكرات الدم الحمراء المسؤولة عن الشبكات؟ لا، جسمك ده كله ما الذي يؤمن؟ جلد. لا، ده رب العباد أوجد لك حواسات خارجية، الملائكة، وسماهم الحفظ. قال تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. من اللي حفظكم؟ وقال في أخرى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. سماهم ايه؟ لغاية امتى الحفظة معنا؟ من الميلاد إلى الممات معك الحفظة. أنت بتنام وترفص براحتك، هم بيحفظوك ويحموك. لحظة الممات يأتي الإذن، انصرف الحفظة ويأتي القبر. إذا قال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليك الحفظة إلى متى؟ قال: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا القبضة وهم لا يفرد. يبقى لك حراسة خارجية، حراسة داخلية. حراسة داخلية دي المسؤول عنها البنكرياس، ربع من أرباعه مسؤول عن تكوين كرات الدم البيضاء، وطبعا في ربع مسؤول عن تنظيم السكر. انضعف البنكرياس يجي لك مرض السكر على طول فورا. المسؤول عن كره الدم البيضاء دي مصدر الحمايه للجسم كله، عباره عن ايه؟ مليارات الجلود داخلك، كل كره دم بيضاء عباره عن جلدي لا عمل له الا حمايه جسمك. اعزك الله لو حدث اي اذى في جسمك، شك الدموس، الشكة دي كم تستغرق؟ جزء من جزء من الثانية، مش كده ليه؟ لحظة ما يحصل الشكة دي الجلد، ربنا جعل الأعصاب تدي الحس، يدي إشارة القلب فورا مع أي دماغ رايحة في جزء من 90 جزء في الثانية، في دقيقة واحدة، فورا القلب يدي الأوامر للبنكرياس طلع الجيش وقيادة وجنود وقاد على اعلى مستوى، تتوجه ملايين الجنود لمكان شكه الدموس. لو الشكه قويه يتحولوا كل الجنود الاستشهاديين، ويضربوا هذا العدو الداخل في جسمك بكل موت قوه لغايه ما يدفعوه. ملايين القتلى بيموتوا في لحظه الدفاع. اللي ايه احيانا يحصل لك ايه حاجه بيسموها المده، في المدة دي الصديد ده الاستشهادين اللي قتلوا في الدفاع عنك ملايين وانت لا تشعر بشيء. الاشهد لو غزا جسمك مكروه زي حاصل كده، كورون فيروس، والكورونا عباره عن فيروس، الميكروب الفيروس دونه اقل منه كثير، الميكروب مخلوق وله دوره حياه تكاثر الناس اقل. الفيروس عباره عن كيس جلد
للآن البشرية في حيرة أمامه. هو إيه؟ مش عارفين. بيتكسر إزاي؟ ما تكسرش الهواء. يتكسرش إلى داخل جسم الإنسان. الله يرحمه ويجزيه بالصبر. قال إحنا بحثنا في الفيروسات دي زهدنا. لم نجد لها تفسير علمي قط. كيس كيس. في خلية حية داخله. لا نعرف عنها شيء. لكن خلاصة القول هذا الفيروس مخلوق تحدى الله للبشرية. لو عايز يهلكنا في ثانية سلط عليه الفيروسات دي دمرنا بالكامل. بالكامل. مخلوق ما مش عارفين وجهه. ولا أساس ولا فصل ولا ولا بداية ولا نهاية. فيروس مكروه هيدخل جسمك. تخيل بالله عليك الجسم دافع. كرات الدم البيضاء تدافع تدافع. أثناء الدفاع الغزو استمر والفيروس دخل. تعمل ايه؟ تاخد عينات منه. الجسم ياخد عينات منه يقطعها يحرقها ينحتها وفورا يحولها للمعامل عنده ويعمل عليها ادق التحاليل ليعمل لها اجسام مضاده اللي بنسميها احنا ايه؟ التطعيم. سلامات. مين اللي بيطعم؟ الجسم. ياتي باجسام مضاده يخترعها اختراع. قد يكون فيروس اول مره يمشي جسم الانسان. يخترع له الماده المضاده اللي توقف حركته داخل الجسم. لما حصل الكورونا الانسان وقفنا حاليا كل البشريه فين امريكا وفين اوروبا وفين الصين وفين روسيا كله عاجز. مش كده يا جماعه؟ انتظرنا لما اجسام المصابين عملت الاجسام المضاده دي اخذوها منهم وعملوها دواء وسموه التطعيم. سلامات. هم اللي اخترعوه ولا من الجسم كان اختراعه؟ من الذي اعطى الجسم هذه القوه العجيبه جدا جدا جدا؟ اليس هذا خلق اخر غير النطفه والنطفه والعلقه؟ ثم انشاناه انشاء خلقا اخر خلقا اخر مختلف تماما في مهامه في قواه في انوائه في احواله في حركته في ادارته باسم الانسان لحياه الانسان. فتبارك الله احسن الخلقين. تبارك الله احسن الخلقين. تبارك سما في خلقه بس لا تبارك تعني معنى ايه؟ سمو الله في خلقه وسموه في تدبير الخلق. ازاي ادار الحركه بالنفس؟ لذا قال تعالى مصرحا معنى تبارك قال ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ست ايام ثم استوى العرش يغشي الليل النهار والنجوم حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. لذا قال في سريه تبارك تعني تبارك في خلقه وتبارك في امره وتدبيره. عشان كده سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نعيش المعنى ده مع كل سجده لله. اللحظه تحط يدك في الارض تسبح الله بهذه المعنيين. لما نزلت سوره الاعلى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى يبقى ذكر نعمه الخلق والايجاد. والذي قدر فهدى ذكر نعمه الهدايه والارشاد. الامر والتدبير. النبي قال تعالى في سجودكم عشان في كل سجده تتذكر هذين. تقول سبحان من خلق الخلق وسبحان من دبر الامر. سبحان ربي الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبحان ربي الاعلى من له الخلق ومن له الامر. سبحانه في خلقه سبحانه في امره وتدبيره. وصل المعنى؟ الاشي خلاص؟ لسه ربع ساعة. ها؟ نحن لسه في اول آية. لسه ربع ساعة في الذي خلق
فسوى والذي قدر فهدى. فتبارك الله احسن خلقه. يبقى معنى تبارك متبارك يعني تبارك في خلقه وتبارك في امره وتدبيره. هنسبح يبقى سبح المدير. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. اذا ندرك في النهايه خطر جدا. فلما اقول ثم انشاناه خلقا اخر دخلت جد مختلف خالص. طب الاذان كانت حته صغيره قد كده ازاي شكل منها العبد الفقري؟ ها وفقريات وكل فقريه بشكل لو اختلف شكلها لاختل ميزان جسمك. ها واحده لها عصفور واحدة واخدة شكل دايرة والدايرة لها شفة من تحت ومن فوق. لو اختلف أي ذرة في خلايا عظامك اختلف جسمك. ها وعظام تأخذ شكل عظم الفقري وعظام تأخذ شكل الضلوع وتأخذ شكل الحوض. كل ده بحتة العظمة الأولى يا إخوانا تصور. أليس هذا خلق آخر؟ من الذي أبدع؟ من الذي أنشأ؟ اسأل أنفسك. لما يقول يا الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك. هذه التسوية العجيبة الرهيبة فعدلك وفي قراءة فعدلك جعلك في هيئة تختلف عن كل خلق. عن كل خلق ده الكلام اللي بيقولوا فيه هنا. ده احنا بنوصف في ماديات الجسم. ده في الجسم شبكات مش شبكة. غير شبكة الدماغ عندك شبكة الأعصاب اللي بتمسك كل حاجة في جسمك. كم عصب في جسمك؟ تخيل لو عصب اتكشف بس في سنك تعرف تنام؟ تعرف تقوم؟ تعرف تاكل؟ تعرف تشرب؟ عصب بس ينكشف ياتي عليه الماء ستموت من هذا الالم. فما بالك بعد طعام؟ عصب واحد. كيف لو شد منك عصب؟ عصب واحد لو شال هتلاقي جسمك اتشال. وفي ناس بتصلي كده فتلاقي مره واحده ايه اللي رجل شل؟ ما في حركه. عصب مات. بل في اعصاب الاطباء لما حلوا فيها الان في اعصاب منتظمه موجوده. هتلاقي مثلا في داخل العمود الفقري في اعصاب معينه ماشيه مع الفقري فقريه فقريه. لو فقريه بس بين الفقريه الفقريه حته عضله لحمه. لو لحمت واحده في واحده تلاقي العصب اتضغط هتموت من الالم. الام رهيبه جدا. العصب الحائل. هو حائل؟ احنا اللي حائلين مش هو اللي حائل. هو يعمل بامر ربه. الانسان هو اللي حائل لانه لا يعرف له وجه. ألا يحيرنا هذا الخلق؟ الكلمة في إخوة في تركيبة الأفرام حتى الدماغ تقسيم الجسم. ليه ربنا رسلنا بهذا الرسم؟ ليه خلى عند يعني ساقيك فخاد ضخمة؟ ها؟ اللي أنت بتشوفه في في البقرة وفي العجل اللي بيسموها الموزة. عارفين الموزة؟ الناس بتحب تجيب الموزة. الموزة هنا في الفخذ. والموزة في سمنت الرجل. الأطباء حاولوا. القلب بيضخ الدماغ لأعلى الأسفل لأعلى المخ. أوسع الشرير راح المخ وأضيق راح الرجلين. طب الضخة رايحة وهي راجعة إزاي الدماغ تطلع من تحت لفوق؟ القلب يسحب طاقة تتحمل دي من إصبع رجلك. ربنا أعطى هذه السمانات قوة
تبقى وسائل زي ده وسميه الجماعه بتوع الري يقول لك ايه عايزين نعمل مضخ رفع. ايه مضخ رفع؟ عايزين نرفع الميه من مكان واطي منخفض لمكان مرتفع. مضخات الرفع في هذه العضلات، الدماء نزلت تديها هي دفعه، تطلع الفخده، الفخده تديها دفعه تطلعها القلب. شيء عجيب، ما في مخلوق فيك الا وله مهام علمها من علمها وجهلها من جهلها، وجهلنا لهذه المهام لا فيه، احنا الجهل. ترتيب رباني عجيب في كل ذره فيك، في كل شعره في جسمك، بحكمه ان الرب ارادها. ولذلك تعجب الشعر كل شعر. طب ليه شعر راسك بيطول وشعر ريبش عينك ما بيطولش؟ ها؟ ما ده شعر ده شعر. طب لو طول شعر ريبش عينك هيحصل لك ايه؟ هتشوف كل سطر. يخبرنا كل خلية، كل ذرة في جسمك في ترتيب ربنا عجيب جدا. خلايا جسمك اللي بتستهلك دي بتديك الطاقة والحركة، في اليوم الواحد تموت ملايين الخلايا اللي بتعطيك الطاقة والقدرة على الحركة. ملايين الخلايا، أنت نفسك لو لم تغتسل يومين ثلاثة وحركت إصبعك على أي رواجب مناطق مثلثة كهذه، حرك إصبعك تلاقي طلع لك فيها مخلوقات بيضة كده نسميها الدرن. الدرن ده عبارة عن خلايا ميتة، كل يوم آلاف الخلايا من الخلايا في جسمك تموت وترفض. خلي بالك دي خلايا حية، وكانت يوما جزءا منك. يوم القيامة كل الخلايا اللي ماتت دي وراحت في الحمامات سيجمعها الله على الشيخ مرة أخرى، هيجيبها. راحت فين؟ في الحمام، في الأرض، في الزبالة، هيجمعها. بعضها نزل في كندا، بعضها نزل في الشرق الأوسط، هيجمعها. أظفارك كم ظفر خص حياتك؟ اللي بيموت يبيض وتلاقي تحتيه الدماء شغال أحمر زي الفل. اللي مات هتلاقيه بيض وبقى لونه مختلف خالص، بالقش لأنه أذى. ها؟ كم ظفر خصصت في حياتك؟ أين أظفارك التي خصصتها؟ النبي عملها معاملة الموت، وسن لنا دفنها كما يدفن الموت. كم واحد يدفنها؟ احنا في الضياع. شعرك اللي بتقص مات وقص، كل شعرك القص هو أجزاء منك ستجمع عليك يوم القيامة. يعني شعرك القص، أظفارك القصت، مليارات الخلايا التي ماتت، كل هذا سيجمع عليك يوم القيامة ويحشر معك. لذا قال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ولذلك مش هتطلع من جسمك. انت بالنسبه للخلق سفروت حاجه صغيره كده. لا، اهل الجنه حياتي يوم القيامه في حجم كام؟ في طول ادم. يعني عزك الله ربنا كرم ربنا اهل الجنه هيبقى طولنا كام؟ 60 ذراع، يعني 36 متر، يعني عماره برج ارتفاعها 12 دور، اذن 10 دور. يعني سيادتك هتيجي بهذا الحجم. طب ده المؤمن. الكافر إذا كان عند المؤمن خلايا بتموت يعني بكمية معينة، الكافر هتلاقي أضعافها. ليه؟ المؤمن بياكل معدة، طب الكافر بياكل بسبعة، واللي بياكل ده بيتحول لغذاء وعمال يستهلك في خلايا جسمه وبتموت تروح في الأرض. ها؟ أنت بتستحق على الأقل تنظف تستهلك حاجة آخر نتائج، نسأل الله العفو والعافية. تخيل خلايا جسمه كل اللي ستطلع عليه يبقى حجمه قد إيه؟ النبي يوصف كما جاء في مسلم قال: يعظم اهل النار في النار حتى ان ما بين شحمه اذن احدهم وعاتقه مسيره 70 يوما. المسافه دي تبقى مسافه كام؟ 70 يوما. وحتى ان غلظ جلد احدهم سك جلده مسيره 3 ايام. وحتى ان ضرس احدهم مثل جبل احد. عشان نسمع الايه: كلما نضجت جلودهم، لو جلود الضعيفه دي النار تاكلها في ثواني.
لكن لو سبكها مسيرة 3 أيام النار تاخذ وقت قبل ما تلكها، ربنا طلع منها. كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غير ذوق العذاب. عجيب. وحتى ان ضرس احدهم مثل جبل احد وزاد مثل ثلاثه، وحتى ان مقعده احدهم عرض دبرهم اسفل مثل ما بين مكه والمدينه. يبقى كم كيلو؟ 500 كيلو. وصلت؟ تخيل هيحصل بهذا الحجم. وتصبح الشمس فوق راسه بمسافه ميل واحد. بعد ان تسود الشمس تتحول من لهب لواحد بقدر اسود، حرها 3 مرات ميل. يحشر الناس في القيامه على صعيد واحد فتدنو الشمس بروسه مسافه ميل. المهم كتب يقول والميل عند العرب اللي استعملها، الميل المكاني 1600 متر، والميل مرد المكحولة، المسمار اللي بتدخل في المكحولة حتى نسحب منها الكحل. طول المسمار كام؟ 4 أصابع، 4 سم، 4 سم. يقول ابن القرطبي: وجمعا بين عملين فأبعد الناس عن الشمس يومها بينه وبين الشمس 1600 متر، وأقربهم منها بينه وبين كام؟ 4 سم، والناس بين هذين. مع قرب الشمس المخلوق الضخم ده يتصبب عرقا يسيح، فمنهم من يغطي العرق كعبين، ومنهم من يغطي العرق متين، ومنهم من يغطي العرق منتصفه، ومنهم من يلجمه العرق. ويتمنى الناس انذاك ان يصرفوا ولو الى جهنم من هول ذلك الموقف 70 عاما على هذه الحاله لا ينظر ربه اليه من شده الغضب. تخيل الخلق اللي خلقه ده كله ودبر له الامر كله، كلهم اختاروا به الا قليل. كم واحد سلم؟ نسبه تناسب، نسبه كم اللي سلموا؟ ثبت الحديث الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: ينادي له ادم القيامة ابو البشر يقول: اخرج يا ادم، اخرج من ذريتك بعث النار، نصيب جهنم اللي اضلته الشياطين، واقترب رب العالمين. كم واحد؟ يقول: كم يا ربي؟ يقول: من كل 1999. الصحابة بكر إذا كان الناجي واحد في 1000. تخيل رب العباد اللي خلق هذا الخلق وأتقنه وأبدعه وأنعم على عباده، يأتون يوم القيامة كلهم كفار به إلا واحد في 1000. ألا يغضب الرب؟ يتركهم في العدد ده 70 عام لا ينظر اليهم، لا يستحقوا نظر منهم. الواحد في الافرق بين الاستسلام وظل المظل، يا مظل المظل. الباقي كله في هذا العذاب. كم اضلت الاباء لسابسه الانس والجن؟ 999,000، يعني نسبه كم في المئه؟ 99 وكام؟ و9 من 10. يعني عزكم الله لو ابليس ترشح الان في الكره الارضيه انتخابات ياخد كام؟ 99.7. النسبه اللي عشقها كل الابانسه. وصلت الرساله؟ ندرك. فلما يقول: يا ايها الانسان، هذا هو الرب الحريص على خلقه ينبه ويذكر حتى نعود اليه ونفيق قبل فوات الاوان وانقضاء الاجال. يا ايها الانسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي سوره ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون الدين. او بعد هذا البيان تكذب بالله ولقائه؟ في الوقت انتهى، مضطر اكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خير معكم، واسال الله تعالى ان يرزق لواكم حقيقه الايمان. امين. اللهم ارزقنا اله الحق حقيقه الايمان وحسن التوكل عليك. اللهم رطب قلوبنا واكسنتنا بذكرك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك رطوعين، لك رقابين، اليك منيبين مقتين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب نهتدى. اللهم سدد قلوبنا من قلوبنا طهر قلوبنا. اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد. نسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك. نسالك قلبا سليما، نسالك قلبا سليما ولسانا صادقا. نسالك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وسامحوني الوقت انتهى، احنا اتكلمنا بس في الجانب المادي للجسم، والا في الجانب المعنوي يحتاج لمحاضره خاصه. اكتفي بهذا القدر. السلام عليكم.